الأرواح. أجمع الناس اللي قاتلين ثلاثة وأربعة. أقسم لك بالله العظيم نظن 20 سنة أخوتي ضربتها باباء منطورة. من العيد الكبير ما كان ناكلش اللحم. من العيد الكبير والله ما عمره دخل الكرشي. نقولها لك مباشرة. هذا غير أخويا كمشي غلزو طيعة بقشاشة اللي عنده شي رابوس فيه نصيص. كان ناخده من عنده 2 دراهم 3 دراهم كيما كان وخي يكون قديم. هذا هو الزمان اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. باباش رحمة الله خوتي نكروني إلا مت غير هنا وخلص كل غيجيب لي أخبار. أنت كتشوف موبن مخربة. السلام عليكم. أنا غنحكي لكم اليوم قصة واقعية. إخوان المغاربة كلهم وبعد المحسنين وجنود خفاء على خصوص ملك المغرب. أنا صحيبي مواطن مغربي زدت 20/8/56 خدت الباص اليماني ب69. الوقت اللي بغيت نكمل الدراسة ديالي لقيت راسي مربي، رباني ولد عمي. ب78 جرى عليا عمرت من مصر أيام ديكة الهوت. كنعيش مع المساكين، ناس من هنا من هنا. جاب الله واحد رزايا كريت بيت في لامبيريا في المدينة القديمة. لقيت مع واحد الإنسان تعاشرت أنا وياه ولينا مخلصين أنا وياه الكرة. دار لي الجاكيطة ديالي الشانقي فيها كارني ديال المقاطعة. الله ياخذ فيه الحق، الله يجعل ربي يدير لي شي تاوي ديال ياخذ فيه الحق ويعطي شي مصيبة. مشيتي قتلتي نصراني، خدت الجاكيطة ديالي فوق الروح. أخوة نهار 12/8/83 دخلوا علي البوليس والمساعدين ديالهم. دوني لابيجي الأولى ديال إبراهيم الروداني للشرب. أنا كناكل العصا. صاحبي قتل نصراني شواد مثالي. أنا ما كنتش عارف القصة، ما عرفت حتى تل لابيجي. قالوا لي الانسان كان كيمشي كتب مع نصارى دائما. هذا هو الفيس اللي فيه. انا ما كنتش عالم عليه وكان عايش معايا ودير فيه غير خير. هذاك النهار ياس قال لي انا غنمشي للحمام. قال لي اعطيني الحوايج ديالك. قلت لي راه الحوايج خوت باش تبدل. هز لي غير الشنقاي يلاه واخذها فيها كارني ديال المقاطعه ديال زمان. ذاك الوقت ما كانش تحكر على البوليس على كارت. كنت باجا نهار الجمعة مع 4 ديال العشية جاو دقوا عليا العذاب الأهلي بالأخير داروا لي السرقة الموصوفة والقتل والضرب والجرح المؤدي للقتل. مشيت لغبيلة بالسنين ونص من 12/8/83 حتى 5/7/85. نهار الجمعة خديت 20 سنة ظلما وعدوانا في محكمة الحبوس اللي حدا القصر. 20 سنة ظلما، أقسم لك بالله العظيم نظن 20 سنة أخوتي ضربتها باباء من طرق، أباء من طرق. حتى زيت القنيطرة، من القنيطرة جاوني لوطيطة، من لوطيطة جابوني للعلو، من العلو لعين برجة، من لعين برجة لعين مومن. أي حبس كناكلو فيه العصا وأي حبس فيه. ميدان وصخ والقمل والجوع والحالة حاط الله. هزوني حبسات كلهم مراكش أكفش حبس. هزوني الورزازات الصغيرة في 96 الفيضان جابوني الحبس أسفي. من الحبس أسفي العادر عفى علي الماليك من 20 سنة دوت فيها حيت لي عامين. نهار خرجت من السجن وكنسمعوا الأخبار ديال حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية والمساجين.
من نهار خرجت إخواني الليلة الأولى تبدلت علي الوقت تبدلت علي الوقت. نهار خرجت من العادر كنسولهم كنقولي ما شناهي هاد المدينة على لي ساسفة، كيقولي لي ساسفة أنا ما خليتهاش، خليتني من سعود خزامة الولفة حي الحسني مدينة كلها كبرت دخلت عزمان أيامات ولو نوار. والوقت اللي خرجت أخوتي من السجن الليلة الأولى مشيت عند أختي بنت عندها الصباح جرات عليا قالت لي البابا الحباب، وخرجت مريض أنتم كتشوفوا الرافوس ديال الضيقة، ها هو رافوس ديال الضيقة باش خرجت. عذبني بن مغنية 3 شهور ديال العصا، والوقت اللي خرجت ما لقيت لها رحمة. الليلة الأولى بنت عندها والصباح مع الربعة العشية الصباح قالت لي عبد الرحيم كل عام، قالت لي أنا ما كنتش معاطيب اللي ما فيه نفاع دفاع، خرج علي الباب لا فين غنمشي، قالت لي سير البحر طيح فيه. خرجت نهار 12/2 نهار 13/2 الليلة الأولى بنت في الزنقة الغد مشيت عند خويا في المشروع، استقبلني هذيك الليلة الثانية الثالثة قال لي يا خويا ضيفتني في 3 أيام الباب على الحباب. قلت لي علاش أخويا؟ قال لي أنا ما عدناش مع القتالة وما عدناش مع الشفارة وما عدناش مع المعاطيب، هاري الباب وجرى عليها. ونأست هذيك الليلة في الزنقة، والصباح مشيت عند أختي في تالودانت ريحت عندها 15 يوم. نهار 16 يوم قالت لي يا خويا قلت لي العام، قالت لي يا ونود أعطيني اتساع، قلت لها علاش؟ قالت لي غتعدي لي ولادي، كتبتك حب كح 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 وتصوت لي الباب الحباب. قلت لي وفين غادي نمشي؟ قالت لي ما عندي ما ندير لك تعطيني اتساع، سير عند خوك شعيب، سير قالت لي عند خوك شعيب اللي في أكادير. ومشيت عنده كلهم خوتي ما فيهمش رحمة الله، هذا خويا شعيب اللي مشيت عنده وبركت عنده. هذيك الليلة الأربعة الخميس أيت أميرة بت عندو هذيك الليلة تعشيت معاه، والصباح قال لي تشكون وراك الدار؟ يا خويا راه اختي رشيدة راه هي اللي قالت لي سير عند خوك راه عنده اتساع. قال لي واش باغي؟ قلت له خويا استرني تريح واحد شهر شهرين ونطلع بالمالك إلا جاب الله عطاني شي حاجة. قال لي يا نوض عطيني اتساع، تانوض قال لي خرج عليا انت، قال لي معطوب لي الكل وانت تكحب عليا والرابوز والرابوز، تا قال لي انا غدا بدا تموت، قال لي انا مقد باش غنعزيك وباش غنكون عطيني اتساع. وخرجت اخي في الصباح وجيت اكادير، وركبوني الداري من انزقان وجيت لحي الحساني. الحق عن الله سبحانه وتعالى يوم ولا ينفع عمر بني الا ما اتى الله بقلب سليم، عند ربكم تختصمون. بقيت الحق كلهم بكل حق لا قانون صاحبي مكيش مكيش. 18 عام وانا في الزنقة، 18 سنة من نهار خرجت مشيت ميد نديرو المظالم والو حقوق انسان ما خليت فين مشيت. اخرتها قالوا لي الناس سير عبد الملك كنحس بالظلم صح، الظلم اخي الظلم الظلم مكاينش رحمة الله، الحبس فيه رحمة الله اخي، الحبس فيه الرحمة ديال الله مكيفوتكش الانسان وهنا والو. اما حدايا انا مكاينش اللي كينفعني، دوزت بعيد كبير ومعمر شي واحد عرفني لا بخوتي ولا بتا شي واحد، اللي كتسولو مكيجاوبكش، واللي كتحتاجو في هاد الوقت مكيساعدكش. دابا راه عايشة مع الداري، قولها بالصراحة عايشة مع الشفار. عشت بزاف أخويا في الحبس، كل حبس كندير منهم معلومات، عشت مع الرواح، عشت مع الناس اللي قاتلين 3 و4، كاين اللي قاتل عائلة، كاين اللي قاتل مو، كاين اللي قاتل باه، عشت مع ناس، كل سيشن كندير منهم معلومات. داكشي علاش أنت أخي في الحبس ما عمرتش شتو، خلي من الحبس عكاشة، خلي من الحبس الخيرية حبس دانون، الحبس هي غبيلة، اللي دوز غبيلة ما كيخرجش، اللي كيخرج ما كيبقاش يرجع، داخلها فقود والخارج كأنه مولود، كانوا الداري كيتباعوا في القنيطرة،
كاين اللي ضرب 30 عام 22 عام وش ما دري ونهار كيقلع منه كيصيفطو الدرب كان بكري كتر من ذهبها كان لقى مع اخي خويا خرجت صحيبي مرقيش رحمه الله اولا مرقيش الحنانه لا صداقة لا صحبة انا دخلت زمان نقاب زمان جدابة خرجت لقيت بنكر اخر عالم اخر صاحبي دخلت خلي كازا ما خيتهاش بحال هكا كان عيش اخويا اش نقول لك عيش دبانة في بطانة انت كتشوف بعينك انت كتشوف قاتلني البرد والمصداقة حويلي راهم مريوحين مكان قلت ما كنتيك مش كنت صب انا مرام راه ما كتشوف مخانزين في الطولار كل قاش طوبة السكر إلا واحد المحسن مسكين هو من السيمانة السيمانة كيجيب لي قيبة وحليبة وسكيكرات ولضانون ولحلكت 400 كاين شي صاحبي واليوم ما خرجش باش غنخدم لي كنمشي عندو كيقول لك الريفولي بقى فيك لي الفعل ما بقى فيك صحيحة وانا جابني هاد السيد دابا هنا عاطيني هاد الخرفة راني مستور فيها الله يكثر خيره راني كنا العشية العشية كنصلي كان عبد الله مصيحي فيها وحدايا صغي بيتي الجامع حدايا كنطلع الحي الحسناني كنجيب خبيزه نضب على ميطيشة وقضيرة من العيد الكبير ما كنا ناكلش اللحم من العيد الكبير والله ما عمره دخل الكرشي نقولها لك مباشرة العين البصيرة ويد قصيرة كنشوف كل شيء بعيني ولكن الغالب الله غالب طال الحم اقسم لك بالله العلي العظيم هنا من العيد الكبير اخي يا ما عمرني شتون ونظرت كنشوف واحد الجزيره وكنشوف كين بس غتشري بها انا مضربه مع رابوسي هذا غير اخويا كنمشي غير الزوطي عند مقشاشه اللي عنده شي رابوس فيه نصيص كناخذو من عنده جوج دراهم ثلاثه دراهم كيما كان واخا يكون قديم غير هاهو خدتو غاول البارح بالسوق دمينا بجدراهم هاهو هو كتشوف فيه بقات فيه خمس ايام باش لكن كنمشي للسبيطار كيقول لك الرميد مشي للسبيطار الحومه قال لك سير بحالك اي سبيطار ما فيش رحمه الله اللي عنده راه كيداوى اللي ما عندوش يموت فين غنمشي انا فين كاين بحر طيح فيه تاع العشاء ما كنلقاه باش ناكل خبزه كنمشي نطلبها من عند الناس علاش هذا هو الزمان اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقاش رحمة الله خوتي نكروني خوتي نكروني وجراو عليا على مني قالوا لي كل شيء ما كتسالناش انت قالك مجرم قتال وانا والله اخونا زوجت فاطل اقسم لك بالله العظيم زوجت فاطل 20 سنة ظلمن و 18 عام ديال الناس ديال الزنقة هي شحال أنا وصلت 63 سنة في عمري بعثنا أنا الغداء شغيوقع أنا هنا دابا إلا مت غير هنا وخلصت كل غيجيب لي أخبار أنت كتشوف موبل مخربة أنت كتشوف عايشة مع الحمام ما كاينش اللي كيدق عليا ولا يجي لعندي ولا يشوف حتى التليفون عمر شي واحد أنا نقولها لك لصحيبتي أنت جيتي هنا أنت كتشوف بعينك عايش غير مع البريك ومع الياجور أنت كتشوف ما كاينش رحمة الله خايف اخويا ما كتبش عليك خايف على مت هنا ما كاينش اللي غيكفلك ما كاينش اللي غيكون بيك ما كاينش اللي غيرحم عليك عمر شي واحد ما شافني من يوم دخلت الا بعد المحسنين كنت كنتراسل معاهم كما تنمرحوا السلام يرحم الله يوالي برحمه الله وبالمحجوب كنت كنمشي تيران الرجاء وتيران الوداد لان ما زار باقي الان واخا محب الرجاء هيا لما أنا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن جنود الخفاء ومن الأمير المؤمنين أعطيني غير فين نكون ها بيت فين استقر فيه والدوا ديالي هادشي اللي كنطلب بارك وبعد المحسنين الله يجازيهم بخير والله يجعل ربي يحفظهم كما حفظ لي سبب الأسنان يعملوا معايا خير ولو غير الدواء وها بيت ولا شموين طهت باش نستر وباش نعيش تنهار يتيني الله اليقين أبدا والله العظيم أقسم لك بالله كاين شي حوايج اللي ما عمرني شفتو كنشوف بعيني يوم كناكل بزاف بزاف أخويا بزاف بحال بعويت بحال بنانات كتمشي عند واحد كطلب وتقول لي بان أنا كيعطيني خامجة أنا وقعت لي شحال واحد
انا اول بارح واحد صاحبي كتو يعطيني شي بالي انا وشيت في فيحه شهيتهم الصراحه ما عندي واحد الحصير قال لي واخا واخا عطاني واحد الميكا خامج والله العظيم الا خامجين والله انا شي مباكر كان شافهم دابا هنا كندوز انا المعارف ولا شوف على قوت الله كبار على قوت الله كبار عمرني ما كلتهم اخي ولا شتم قلت لك الكسكسو والله العظيم لا ست شهور هادي الفيشة ما عمرني شتها بزاف قسفان ولا الشواء كنشم الريحة ديالو قلت لي كنشوف كنقول اللهم العين بصيرة وليد قصيرة وكنجي هنا وكنسى داك الشيء عمر كويزينات ولا بيضاء ولا داك الشيء اللي قسم الله صافي وكنقول نحمد الله ونشكره هذا هو ما أراد الله سبحانه وتعالى واليوم كنطلب من الله الله يجعل ربي يحفظكم على الزيارة اللي زرتوني وجيتوا عندي وكتبين للشعب المغربي الناس من عايشين الناس اللي دوزوا الحال ديال بكري أقول لك أخويا الله يرحم لك الوالدين والله يجعل ربي يعونكم والخوت والله يجعل ربي يطول عمركم ويحفظكم كما قال الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم ما بينه وبين الله غير حجاب